الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر في تحقيق تنمية مصرية شاملة. إن القوات المسلحة لا تمارس عنفا جنسيا ولا جنسانيا والطرف الذي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الحارث إدريس مندوب السودان بالأمم المتحدة يقول إن الجيش السوداني ليس متورطا بأي عنف جنسي. سيرجي شويغو يقول في موسكو إن روسيا ستحشد قوتها على حدودها الغربية لمواجهة تهديد حلف الناتو. أخبار السابعة من النيل بالقاهرة، أهلا ومرحبا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع اللواء محمد أمين مستشار الرئيس الجمهورية للشؤون المالية بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملا لجهود تحقيق تنمية مصرية شاملة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر. وتم في هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق، ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة. في مدينة العالمين الجديدة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع أسبوعي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات المصرية. خلال اجتماعه بمجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف المسؤولين من الجانبين المصري والأردني لمتابعة ما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا المشتركة من قرارات ووثائق تم الاتفاق عليها نتيجة للزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا للعاصمة الأردنية عمان. وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على العديد من القرارات، أبرزها الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الذي ينص على أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره ويرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحد لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة. كما تضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار أو إزالتها. وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء، شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الصحة والسكان وشركة إليفيت لإدارة المستشفيات للتعاون في مجالات رفع جودة وكفاءة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من رؤية الدولة لتحسين وتلبية احتياجات القطاع الصحي في مصر بشكل مستدام وفقا لرؤية 2030.
كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين بوزارة قطاع الأعمال والشركات التابعة لها وبين وزارة العمل متمثلة في صندوق تمويل التدريب والتأهيل. ويأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والتركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري. أحمد أبو الحسن، النيل. أيضا في مدينة العالمين الجديدة شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتراضيا تجربة حية لتأسيس أول شركة إلكترونية عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. احنا بحاجة بنتشرف بحضور سيادتك لفعاليات إطلاق المرحلة الأولى لخدمة تأسيس شركات بشكل متكامل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة. تأسيس أول شركة إلكترونية عبر المنصة الرقمية لهيئة الاستثمار أحد أهم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والذي يضفي قدرا أكبر مرونة للإجراءات مما يعزز خطط الدولة لجذب الاستثمار. ومن هذا المنطلق شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتراضيا من مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة تجربة حية لتأسيس أول شركة إلكترونية عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والسيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. احنا النهاردة موجودين في الهيئة وبيسعدنا ان احنا نطلق البوابة الإلكترونية اللي من خلالها بيتم التأسيس الإلكتروني لنظام تأسيس الشركات. هستعرض مع حضراتكم سريعا البيانات اللي أنا أدخلتها على النظام علشان تأسيس الشركة. بيانات ما قبل التأسيس، منها السادة الزملاء المحامين أكيد مروا بالتجربة دي بشكل ورقي، بس المرة دي بشكل إلكتروني. شهادة عدم الالتباس والشهادة البنكية الخاصة بإيداع رأس مال الشركة في البنك. بيانات الشركة، كتبنا اسم الشركة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. وفي تجربة عملية قامت الهيئة بإتمام تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط كأول شركة تؤسس إلكترونيا في مصر ضمن المرحلة الأولى لخدمة تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. بعد إرسال الطلب العميل بيقدر يتابع حالة الطلب الخاصة به من خلال مساحة العمل الخاصة به على البوابة. مساحة العمل بتظهر فيها الإشعارات اللي بتطرد للعميل سواء الحالة دي اتغيرت فيه طلب تعديل أو طلب إجراء مراجعة للمستندات بالتم، وكمان بتصل الإشعارات من خلال البريد الإلكتروني الخاص بمقدم الطلب، بتوصل له إشعارات بالبريد الإلكتروني بالموقف الحالي أو إذا كان منه مطلوب أي إجراء آخر. أول ما بيعمل الحساب بتاعه بيستخدم من خلال القائمة، بيخش على الخدمات الإلكترونية وبيبتدي يعمل خدمات التأسيس ويدخل بياناته وبيانات الشركة. بيكون طبعا كإجراء الطبيعي ان هو بيكون اودع رأس المال بتاعه في حساب في البنك، فبيعمل تحميل لشهادة الإيداع وبيكمل بياناته له عن المشروع وعنه، وبيقدم الكلام ده كله، بيطلع عقد تأسيس إلكتروني بيراجعه، وفي نفس الوقت بعد ما بيخلص بيقولوا له طب توقع. عشان يوقع في عندنا التوقيع الإلكتروني، وده الجديد اللي احنا عملناه، وطبعا وزارة العدل كانت احد المساهمين والمساندين في هذا النطاق. إذن فالمستثمر يستطيع بداية من اليوم تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به.
الحمد لله قدرنا ان احنا نوحد الاجراءات دي وان احنا نطلع بشكل سهل وبسيط بحيث ان المستثمر يقدر يخش يعمل تأسيس الشركة بتاعته ايا كان نوعها، كله بشكل الكتروني لحد لما نوصل لمرحلة توثيق العقد التأسيس واصدار السجل التجاري، وبيتم ارسال هذه المستندات والشهادات للمستثمر عن طريق البريد الالكتروني بتاعه. التأسيس الإلكتروني للشركة سيسهم في تحقيق قفزة لترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال وغيرها من المؤشرات والتقارير المهتمة ببيئة الاستثمار. إطلاق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمة تأسيس الشركات إلكترونيا بشكل كامل يأتي في إطار جهود الهيئة للتيسير على المستثمرين وتطبيق أعلى درجات الشفافية. من الهيئة العامة للاستثمار، كريم كمال، التلفزيون المصري. قال الحارث إدريس الحارث محمد مندوب السودان بالأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن القوات المسلحة السودانية التي تخوض منذ منتصف إبريل الماضي قتالا عنيفا في مواجهة قوات الدعم السريع ليست متورطة في أي عنف جنسي. إن القوات المسلحة لا تمارس عنفا جنسيا ولا جنسانيا، والطرف الذي يمارس ذلك معروف لديكم، أشارت إليه العديد من كلمات الوفود دون أن تسميه، وإن قصف الأحياء الحالي لا تقوم به القوات المسلحة، إنها تدافع عن المواطنين الذين يتعرضون للإجلاء القسري بإيراد مكون ديموغرافي جديد وافد يحل محلهم ويسكن في بيوتهم بتزوير الهويات. في نيويورك اتهمت ليندا توماس غرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة السودان بالتهديد بطرد بعثة الأمم المتحدة من على أراضيه إذا تحدث فولكر بيرتس ممثل الهيئة الأممية أمام مجلس الأمن عن فظائع ترتكب خلال الحرب الجارية. وقالت ليندا توماس غرينفيلد التي تتولى بلادها طوال شهر أغسطس الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي أن ما وصفته بالتهديدات السودانية تجاه الأمم المتحدة تعد تصرفا مخزيا. من جانبها قالت أنا فيسنتي إيفا نائبة المندوبة الدائمة لروسيا في الأمم المتحدة إن بلادها تحث الغرب على التوقف عن التأثير على الأزمة السودانية من خلال فرض عقوبات أحادية غير مشروعة. وقالت أنا فيسنتي إيفا نائبة المندوبة الدائمة لروسيا في الأمم المتحدة إن أي تدخل خارجي في الشؤون السيادية للسودان غير مقبول. في سياق متصل، قالت مارثا بوبي مساعدة أمين عام منظمة الأمم المتحدة لشؤون إفريقيا أمام مجلس الأمن الدولي إنه لا بديل عن التفاوض لإنهاء الختال الدائري بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقالت مارثا بوبي مساعدة أمين عام منظمة الأمم المتحدة لشؤون إفريقيا إن نطاق الحرب قد يتسع ليشمل كل السودان. في مدينة جنيف أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانا حذرت فيه من خطورة تدهور الأوضاع الصحية بالسودان مع تجاوز عدد النازحين قصرا حاجز 4 ملايين شخص. يذكر أن السودان يشهد منذ 15 من إبريل الماضي حربا طاحنة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تسببت بمقتل 3900 شخص على الأقل حتى الآن. وسط تضارب بيانات الطرفين بشأن حقيقة الوضع الميداني، أعلنت وزارة الدفاع السودانية أن 6 من ضباط جهاز المخابرات قتلوا في مدينة أم درمان في معارك شرسة مع قوات الدعم السريع. وقالت قوات العمل الخاصة التابعة للجيش السوداني إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر في الآليات القتالية وتمكنت من السيطرة على مقر قوات الدعم في حي الضوحة بأم درمان. وقال بيان للجيش السوداني إن قواته كبدت قوات الدعم مئات القتلى والجرحى في معارك بأم درمان ومشطت أحياء عدة في المدينة. وقصفت قوات الجيش مواقع دعم السريع حول المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم، كما واجه الجيش قصفا مدفعيا استهدف مواقع دعم السريع في أحياء بري والمنشية والمعمورة والرياض شرقي الخرطوم،
كما اندلعت اشتباكات بين طرفين في منطقة السوق الشعبية وحول مقر قوات الاحتياط المركزية التابع للشرطة. تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الجيش في سماء أم درمان وحي أبو روف والقماير شرقية أم درمان، ردت عليها قوات الدعم السريع بالمضادات الأرضية. في المقابل أعلنت قوات الدعم السريع أنها حققت ما سمته نصرا جديدا على قوات الجيش في العديد من المحاور بأم درمان، وقالت إن قواتها قتلت أكثر من 170 من الجيش وأصابت نحو 300، كما أعلنت أسرى 83 في المعارك التي جرت بين طرفين بأحياء عدة في أم درمان بالخرطوم، ولفتت إلى إحباط محاولة تسلل الجيش السوداني في مواقع تمركز قواتها في أحياء ود نوبي والثورات والسوق الشعبي والمهندسين. وقالت مصادر طبية سودانية إن مستشفى النوب ضاحية الثورة شمالي أم درمان استقبل عشرات القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين جراء المواجهات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ولفتت إلى أن الاشتباكات حالت دون وصول العديد من الإصابات في أحياء أبو روف وود نوبي والشرقية والقمير إلى المستشفى. في مدينة أبوجا عاصمة نيجيريا تعقد اليوم الخميس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة باسم إكواس قمة طارئة لبحث الموقف بالنيجر بعد قيام المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر بالإطاحة بنظام الرئيس محمد بازوم. كان المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر أصدر في وقت سابق من الأربعاء بيانا اتهم فيه فرنسا بخرق مجال النيجر الجوي المغلق منذ الأحد الماضي. في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أصدرت الحكومة الإثيوبية بيانا قالت فيه إن مدنا كبرى بمنطقة أمهرة تم تحريرها من خطر من وصفتهم بالعصابات بعد معارك استمرت أياما مع ميليشيات محلية. وقالت الحكومة الإثيوبية إن من بين المدن الكبرى التي تم تحريرها 6 مدن من بينها بحر دار عاصمة منطقة أمهرة. في القاهرة أصدرت وزارة الخارجية بيانا شددت فيه على ترحيب جمهورية مصر العربية بإعلان وزيرة خارجية استراليا بيني وونغ اعتزام بلادها إعادة استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وصف بيان الخارجية المصرية إعلان وزيرة خارجية استراليا بأنه خطوة إيجابية ومهمة على مسار ترسيخ واحترام الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية. في مدينة القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. يذكر أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت في محاولة لفرض ما يعرف بالتقسيم الزماني والمكاني. أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بيانا قالت فيه إنها أحبطت على معبر بيت حانون محاولة لتهريب 10 طائرات بدون طيار يمكن استخدامها لأغراض استطلاعية. يذكر أن معبر بيت حانون يعد المنفذ الوحيد الذي يربط بين قطاع غزة وإسرائيل، ويمر من خلاله عشرات المواطنين الغزاويين الذين يتلقون العلاج بمستشفيات بالضفة الغربية المحتلة. استأنفت السفارة السعودية بالعاصمة الإيرانية طهران نشاطها بعد قطيعة استمرت 7 سنوات. كانت السعودية وإيران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تم التوصل إليه في العاصمة بكين بوساطة صينية في مارس الماضي. في العاصمة الروسية موسكو قال سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي إن بلاده ستحشد قوتها
على حدودها الغربية لمواجهة تهديد حلف شمال الأطلسي. إن نحو 360 ألف جندي من قوات دول أوروبا الشرقية و 8000 عربة مدرعة و 6000 منظومة مدفعية وهاون و 650 مقاتلة ومروحية متمركزة قرب حدود اتحاد روسيا بيلاروسيا. إن عدد تشكيلات الدول غير الإقليمية في كتلة الشمال الأطلسي ارتفع منذ فبراير من العام الماضي بأكثر من المثلين إلى أكثر من 30 ألف شخص. إن هذه التهديدات لأمن روسيا العسكري تتطلب استجابة مناسبة. عشرات الغارات الجوية والهجمات بالصواريخ المجنحة نفذتها القوات الروسية على أوكرانيا الأربعاء. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها قتلت 60 عسكريا أوكرانيا ودمرت آليات عسكرية خلال صدها هجمات أوكرانية باتجاه ليمان وسيفاتوب، وقالت أنها استهدفت القوات الأوكرانية باتجاه ليمان ودمرت مدرعات ومراكز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية. من جانبها قالت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية أطلقت عشرات المقذوفات من راجمات الصواريخ، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية وأخرى للبنى التحتية. وأكدت الهيئة أن قواتها صدت هجمات روسية في مقاطعة دونيتسك وهجمات في محوري ميليتوبول وبرديانسك بمقاطعة زابوريجيا جنوبية أوكرانيا. وفي وقت سابق أعلن الجيش الأوكراني أن قواته نفذت عملية خاصة في معقل القوات الروسية بالضفة الجنوبية لنهر دنيبرو ودمرت مركزا للقيادة الروسية بها، لكن القوات الموالية لروسيا في خرسون أعلنت إفشالها العملية الأوكرانية. ويقول الجيش الأوكراني أنه يتحرك بما يضمن له التقدم خلال المعارك الجارية جنوبية أوكرانيا. وأفادت خدمة الطوارئ الروسية بإصابة 45 شخصا في انفجار بمصنع في منطقة سيرجييف بوساد شمالية شرقية مقاطعة موسكو. وأخلت السلطات الروسية المصنع بالكامل وأجلت السكان من محيطه، حيث تضرر نحو 20 مبنى وأربع مؤسسات اجتماعية. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بواسطة مسيرتين على العاصمة موسكو وضواحيها، وقالت إنه تم إسقاط المسيرتين وإن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ أصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون فجر اليوم الخميس قرارا يقضي بإقالة باك سو إيل الذي يعد أعلى جنرال بالجيش الكوري الشمالي. دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري الشمالي إلى مزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب. في مدينة كيتو تلقى المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيا فيسينسيو لقي مصرعه إثر إطلاق النار عليه بعد مشاركته بمهرجان انتخابي. كان الرئيس الإكوادوري جيرمو لاسو تعهد بأن لا تمر جريمة قتل المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو دون عقاب. في العاصمة الباكستانية إسلام أباد أصدر الرئيس الباكستاني عارف علوي قرارا يقضي بحل الحكومة والبرلمان تمهيدا لإجراء الانتخابات التي تقول تقارير صحفية إنها قد لا تجرى قبل العام المقبل. يذكر أنه بموجب القانون الباكستاني يجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حل البرلمان. قالت بكين إن الإجراءات الأمريكية الجديدة لتقييد الاستثمار في التكنولوجيا الصينية تعطل بشدة أمن سلاسل الإمداد العالمية. كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض حظر على الاستثمارات الخارجية للشركات الأمريكية بمجالات التكنولوجيا المتقدمة وخصوصا الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في عدد من دول العالم من بينها الصين. ختاما أهم العناوين: الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر في تحقيق تنمية مصرية شاملة. إن القوات المسلحة لا تمارس عنفا جنسيا ولا جنسانيا.
خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الحارث إدريس مندوب السودان بالأمم المتحدة يقول إن الجيش السوداني ليس متورطا في أي عنف جنسي. وزير الدفاع الروسي يقول إن روسيا ستحشد قوتها على حدودها الغربية لمواجهة تهديد حلف الناتو. ختام أخبار السابعة، شكرا على حسن المتابعة، ونلتقي على رأس الساعة بحول الله. إلى اللقاء.